عشقه ومراه ديك البنة شبح السفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، اليدين شحال بنال في طباق بلادنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم وعسلامتكم معنا في عدد جديد من حصتكم أطباق بلادي. اليوم رانا بعاصمة التيطري المدية، ضيافة عند الأخت فريدة اللي اتصلت بنا بالحصة باش تقدم لنا الأطباق التقليدية. يا درا وشنو هاد الأطباق اللي حتبريباريهم لنا اليوم؟ ما عليكم غير تبعوا معنا باش نشوفوا هاد الأطباق. مدام فريدة مرحبا بك معنا في حصة أطباق بلادي. الله يسلمك، ثاني مرحبا بكم في بلاية المدية. الله يسلمك مدام، يعطيك الصحة على الاستضافة تاعكم. الله يسلمك مدام. كما ولفنا المشاهدين الكرام دائما نجيبوا لهم أطباق تقليدية من كل ولاية، واليوم معنا بولاية المدية. وشنو هم الأطباق اللي خيرتيهم لنا اليوم؟ اليوم خيرت لكم الشربة تاع الكروية. بما أن رانا في البرد، الشربة تاع الكروية، الشربة تاع الكروية هي اللي تولم في البرد. اها، وكي على تولم في البرد لاخاطش هذيك تنتكل سخونة باش تنحي شوية البرد. انا نقول لك على حساب البلاد. مدام قلتي لنا بصح اليوم جبتينا دبلة، جبتينا شربة بالكروية وبطاطا بفليو، وكاين بلبول، بلبول ثاني تاع المدية مختصين فيه بزاف المدية هنايا. بداو بالشربة. ايه مدام نشوفوا لي زانغريديون تاعنا واش عندنا كامل. عندنا الزيت، وعندنا طوماطيش حبة سكر فجا، وعندنا هذاك فلفل الاحمر نخدموه نخدم في الدار. هذاك تخدم في الدار؟ ايه، فلفل الاحمر نخدموه نطيبوه، من بعد نطحنوه ونعاودو نطيبوه ونخبيوه. هذاك يسمى عام يشد لك. تخبر على دور العام. ايه، وعندنا هذيك المكونات اللي نديروهم في ذي الشربه كاع راني درتهم ثماتيك. يسمى ما عندناش مكونات بزاف، فيها الثوم. لا ما عندناش توابل، ما فيهاش توابل. ما فيهاش توابل، فيها الفلفل الاحمر هذاك، وفيها الثوم والكرويه والملح. هذو نديروهم كامل وندرسوهم ونخدموا بهم الشربه. هذا مادام حتى نجو نطيبوا باش نديروهم ولا كيف كيف؟ لا نديروهم طيبوا شويه. لا لا، الخضره طيب قبل، ومن بعد كي نشوفوها بدات تطيب نبداو نديرو في الدرسه تاعنا مع الطوماطيش ومع نمرقوها بالماء سخون ونديروها. اها، وعندنا القزبر هذاك والنعناع والقارص والفيرميسيل والمالين مرقو به يكون سخون. لازم يكون سخون. ايه، والطوماطيش مصبره. مادام ومن هنا ثاني راني نشوف هذه الخضره فيها وقت الفصل تاع وقت الخضره اللي تكون كاينه، يعني اللي تكون موجوده على حسب موجودة. الفصل. على حسب الخضره، الا كان وقت الفول والجلبانه والقرنون نديروا هذوك يكونوا احسن. احنا انا نشوفوا عندنا الفول والجلبانه والقرنون القرعه الكرافس وراس فلفل حار باش يطلق البنه، نديروهم في الشربة. ايه، ولا كان يعني ماشي وقت الفول والجلبانه والقرنون نديرو الفول اليابس هذاك نشمخوه نهار من قبل ومن بعد نقيوه ونديروه يطيب. هذاك هو ثاني بنن الشربه هذه. احنا انا كل يوم راني نكتشفوا نوع واحد اخر من الشربه. ايه، اليوم انت جبتي لنا شربه تاع الخضره. ايه، شربه تاع الخضره تاع فصل الشتاء. ايه هذه. دكا مدام نجوزو ندوزنو للماكله تاعنا. ايه، الشربه تاعنا. ايه، ان شاء الله دوك نديرو القدره تسخن شويه. ايه، وانا نشوف القدره تاع الطين. ايه، هي اصلا طيب في القدره تاع الطين. انتم ما طيبوا فيها قدره تاع الطين، وكي نديروا لها الفيرميسيل في الاخير نديروا الفيرميسيل ونطفيوها. هذيك السخانه هي اللي طيب الفيرميسيل. هذيك هي من احسن نديروا الفيرميسيل تاع بكري. كانت مقطفه تاع الدار يفتلوها نخدموها في الدار. نخدموها في الدار. دوك نخلو القدره تاعنا لازم تسخن غير شويه، نديروا لها الخضره ولا باش نبداو. نبداو بالخضره. الخضره هي الاولى والزيت. ونخلوها تقلى. ايه، تتقلى. كي تقلى الخضره مع الزيت من بعد نبداو نديرو في الباقي اللي الباقي المكونات. مادام القدره تكون سخنت، نروحو ندوزنو ونبداو بالخضره. الزيت دا قبل. بعد ما درنا الزيت، دوك نديرو الخضره. نزيدو الخضره. نديرو الخضره تاعنا هكذا تتقلى. والخضره قطعتيها قصيره صغيره. هكذا قطعتيها كيما صغيره. كيما القرعه والفول الثاني خيرتي صغير. الفول الصغير لازم الحبه تكون صغيره. الفول صغير باش يجيو كامل متساويين. ها
هكذا كتسمعي في سوق القليان تاعها. الصوت تاعها هكذا معناتها راهي الخضره كامل تقلى في وقت واحد. وهكذا ندورو نديرو الطوماطيش نزيدوهم دوكا. نعطيهم لك مدام. نديهم لي تفضلي. نقلوهم كامل كيف كيف. ايه هكذا يتقلاو. واش نزيد لك تاني لي الفلفل اللي فيه لي زيبيس كيطيب غير شويه يدخل عطيه. ومن بعد نديرو الدرسه تاعنا هذيك ونمرقو. انا دوك هاديك متي لي بنتي هادوك الدرسه. ايه تفضلي. نذكرنا القزبر نزيدوه دوكا القزبر. ايه القزبر تفضلي. هذا راه عندنا قزبر ونعناع نخلط. ايه قزبر ونعناع نديرو شويه ونخلو شويه. من بعد نخلو شويه حتى كتطيب. ايه باش نزيدوهم الفوق. دوكا تكاطيني طوماطيش نديروها ونخلوها طيب المرقوله. ايه بعد المرقوله ما ضماني لاحظت تاني الشربه ديالك اليوم بلا لحم. ما درتيني الدجاج اقتصاديه اقتصاديه ماشي لازم كل يوم ناكلوا الشوربه تاع اللحم كل خطا. هي بصح هي لاغوسه تاعها هذه هي طيب بلا لحم. هذا بكري مديه هذه معروفه بالشوربه تاع كرويه. كانوا كي يجيونا ضيف الوالد تاعي يجري ليما ديرينا شوربه كرويه. اصلا هما الجزائريين كي يجوا لعندنا يضيفوا يحبوا شوربه الكرويه. يعني انتم تضيفوا الضيف تاعكم شوربه تاع الكرويه. شوربه تاع الكرويه يحبوها يموتوا عليها. هو طبق عزيز عندكم. ايه ونديروا معاها كي عافاك كاين حاجات وحده اخرين نديروهم. الماء تطلي الماء دافي. ايه الماء يكون سخون. دوك تمرقي لها شويه ومن بعد هاتيك نحبوا نزيدوا لها نزيدوا لها. ما نديروش بزاف الماء. نديروا غير شويه جد ما طيب الخضره تكون طابت. ومن بعد هاتيك نحبوا نزيدوا احنا ونشوفوها كي تكون نقصت المرقه نزيدوا لها. صح هي تجينا مايها مع الخضره. مايها كيما الشوربه عادي. باسكو الفرميسان يشرب. اللي ديري لها اللحم ما نديرولهاش اللحم نديرولها الخضره. كاين اللي ما يحبوش ياكلوا الخضره بصح في الشوربه هذه ياكلوها ما تبانش الخضره تعطي طعم بنين. مدام نكملوا كنا نحكوا على الدولمه تاعكم. ايه دواره. دواره. اه العصبان. اها. ايه. احنا نديرو بصل وطوماطيش. احنا معروفين بيه في ولايه المديه بالبصل وطوماطيش. كيفاش طيب؟ نطيبوا العصبان تاعنا نخدموه هكذا نخدموه كي عارفه شتي كيف العصبان ونطيبوه. ومن بعد كي نحوا العصبان المرقه تاعو ناخذوا منها شويه نديرو بالبصل وطوماطيش. تخلطوا البصل وطوماطيش. ايه نديرو بصل وطوماطيش كيما اللي يديروا اللفت والقرعه. احنا نديرو بصل وطوماطيش ونعاودوا نرجعوا هذيك الدواره العصبان في قلب البصل وطوماطيش ويزيد يطلق البنه العصبان مع البصل وطوماطيش. هذيك هي كامل هنا مديه يحبوا العصبان بصل وطوماطيش. مدام نروحوا نشوفوا الماكله تاعنا. البقلات هاي طيب. انا نشمو ديجا ريحتها بنينه. ريحه تاع هاي بدات تطلق الشوربه ريحه ال نديروا لها الفيرميسيل. نزيدوا دوك الفيرميسيل. ايه دوك طيب نديروا لها الفيرميسيل. وهذه كاين نحبوا ما نديرولهاش الفيرميسيل نمرقوا لها نديروا لها الحرير نديروها حريره. شو نحبوا ما نديروش فيغميسان نعوضوها بالحريره نديروها فارينه. فارينه ونعصروا لها القارص ونصفيوها نديروها في الكسكاس ونصفيوها تهبط اسمه وتخلطي تخلطي غير تغلي غير شويه تسقيها وتدير لها شويه قزبر. والخضره تنحوها. لا الخضره هكذا كيما راهي. ما راهي هكذا. هذا مول فيرميسيل شحال لازم كاين مقدار تاع لا انا يعني عندي عينك ميزاني. عيني ميزاني نعرف القدره نعرف واش كاين. هذه المراه اللي عندها ليكسبيريونس. لا عندي الملح ثاني عيني ميزاني ما نعبر من ماشي كيما دوك يعبروا الزيت يعبروا لها الملح هكذا. احنا عينك ميزانك ما خدمتيش في الملح ما شفناش على الطاوله تاعنا. الملح انا فهمتك قبيله قلت لك كان مخلط ثاني مع الدرسه. كيف معاهم الملح والثوم والكرويه. والكرويه تاع الحب نشريو تاع الحب ونسخنوها ونطحنوها باش تعطينا بنة. ايه دوك طيب الشوربه تاعنا ان شاء الله وسقي لك وذوقيها.
ان شاء الله. ان شاء الله تولي تروحي ديريها دائما ان شاء الله. خليوها هكذا هي طيبوا. احنا نخلوها طيب مدام ونروحوا للطبق الثاني اللي قلتي لي جبتيه لنا اليوم، البطاطا بالفليو. البطاطا بالفليو وميم طون نضربوا طلع على الشربه تاعنا ان شاء الله. ايه صح. مشاهدينا قعدوا معنا باش نشوفوا الطبق الثاني. طبق بلادنا خلوها جدادنا. دوك نروحوا نشوفوا الطبق الثاني اللي قلتي لي بطاطا بالفليو. بطاطا بالفليو كما قلتي لي ثاني في الكواليس المنطقه مشهوره بهذا الطبق. فليو فليو تاع برد تاع البرد. الفليو ما نطوحوا تجيبوه نتوما ولا تشروه؟ نشروه بصح هو كاين اللي ينوض على برا. هذا كيجي خير بنين. اللي ينوض وحده تاع الخلا. تاع الخلا فوالا. يجي صغير بصح يجي شباب، يجي بنين ويعطي ريحه هائله. عنده جو سبيسيال. هذاك مليح للتيزانه ثاني. نديرو تيزانه تاع البرد. نديروه ثاني تيزانه. تيزانه نديرو تيزانه كيكونوا بلا غريب. نديروه تيزانه ويشرح الخاطر يعني. يخرج البرد كامل اللي في صدر سورتو دري صغار. اما انا اليوم كي نروح ندي معايا الفليو على حسب البرد تاعكم تاع المنطقه. حتى ما يكونش عندك الفليو كي تخدمي بالفليو القطامر تاوعو هذوك احتفظي بهم. مليحه حاجه مليحه. مادام انا نشوفوا الطبق تاعنا عنده مكونات، فيه مكونات ماشي بزاف مكونات صحه، ماشي بزاف مكونات ثاني اقتصاديه. اطباق اقتصاديه. اقتصاديه. انا نشوفوا بطاطا قطعتيها صغيره، البطاطا ورقيقه. عندنا الزيت. الزيت والدرسه، هذه الدرسه فيها الثوم والفلفل الاحمر اللي هضرنا عليه. والملح. الثوم الفلفل الاحمر والملح. الفلفل الاحمر دائما انتم اللي ديروه في الدار. تجي ماكله بنينه به. كيف كيف هذا تاني تبريباريوها لافونس وتخلوه؟ ما نخدموش بالعكري، العكري شويه خطرات البنه تاعو ما تجيش مليحه، وكاين وين يكون اللون ماشي شباب. بصح الفلفل هذا يعطيك اللون شباب في الماكله. ويجي حار. يجي حار. حار. نديرو له حار. وعندنا نشوفوا تاني الفليو. والفليو ومع التالي نديرو البيض، وعندنا راس فلفل حار هذاك فلفل مشوي. اني نشوف شويناه هذاك التشويه هنا في المنطقه تاعنا يخدموه بزاف في الصيف نشويوه. ونيبسوه نغطسوه في الملح هكذاك مشمخ مشوي ونديروه نيبسوه، ومن بعد كي يبس ديريه في كاش كرتونه وخبيه ثاني، هذا كيشد لك مده طويله. يتخبى في الفريجيدار ولا؟ لا لا في اي بلاصه، معناها شي شرط الفريجيدار ما يخسرش. نهار اللي نجيو حين نخدموا به البطاطا ولا البركوكس ولا نديروا في كاش ماكله الكسكس بالخضره، نجبدوه نغطسوه في الماء يتنحالوا ذيك الملوحه بصح يبقى على حاله يطلق بنا شابه ثانيك. هذه حاجه جديده ثاني شفناها عندكم. وعندنا تالي الماء والماء سخون، يعني نمرقوا بالماء سخون باش الماكله تطيب بيه فيه وتجي بنينه. مادام ندوزو ندوزنو الطبق تاعنا. قبل ما ندوزو ندوزنو الطبق نشوفو الشربة تاعنا. نشوفو الشربة تاعنا وين هي لحقا. باينة وين واصلة. هاي هايلة بنتها، هايلة باينة. هاي طابت. هاي ليك الخضرة هنا كاع طابت، هاهي. الفيرميسيل. الفلفل هي ما تطولش في الطياب. ما تطولش. هي اقتصاديه ما تطولش. وها الفلفل طلق البنة تاعو. دوك نحيوها ونديرو باش نوجدو البطاطا تاعو. ما نزيدوش دوكا الحشيش، لازم حتى لا لا نحطوها كي نجي حنسقيوها نزيدو لها الحشيش تاعها. مادام راني شفتني الاواني ديالك فخاريه. نديرو بالفخار، البطاطا بالفليو طيب في الفخار، والشربه تاع الكرويه والحريره يطيبوا في الفخار. مازالكم تستعملوا بزاف راني شفت في رمضان. عندنا في رمضان الاواني الفخاريه هذو كاع ما يخطوش في الكوزينه. عندنا من الصغيره تاع الشرموله ولا تكتوكا. وعندنا تاع البطاطا بالفليو بصل وطوماطيش، وعندنا القدره للشربه. كل طبق احنا نشرو دوك الكاين الكبار، كاين صغار كيما دوك راهم يخدموا الصغار كبار وكذا، يعني احنا وما نحبوا نشرو الكبير نديرو فيه بصل وطوماطيش، نشرو الصغير للشرموله للتكتوكه، وكاين تاع البطاطا بالفليو. هذا نقولي لي هاد الاواني مازالكم تخدموهم في الدار؟ ايه عم يخدموهم، مازالو يخدموهم، مازالو يخدموهم الناس. مليح حاجه مليحه. راني نشوف مام المغارف تاعك تاع الحطب. دوك نديرو يسخن ثاني، كامل لازم يسخنوا شويه غير يسخنوا. هي الاطباق الطينيه لازم لازم هما كي يسخنوا يطولوا شويه باش يسخنوا، بصح نهار اللي طفي لهم الفرن يشدوا السخانه. يشدوا السخانه في رمضان طفي له ديري الشربه روحي لها الفيرميسيل
وطفي لها تخليها تغلي تغلي هكذاك طيب وحدها ومن بعد تشد السخانه حتى للوقت الاذان. هما كي نديروهم فوقنا ما يدومونديوش النار قويه بزاف. شوفي هما ما يدومونديوش النار قويه بصح راه كاين دوكا كل وحده شغل ديري لهم الصوالح اللي تخدمي بهم كيما هذو باش ما يتكسروش ديري لهم الشحم والثوم. تخدمي لهم الشحم والثوم تحكيهم من الداخل ومن برا كي يكونوا جدد. قبل ما نطيبوا فيهم كامل. أول مرة كي تكوني مازلتي كاع ما بديتش تخدمي فيهم تشمخيهم ما والو هكاك جدد. ديري الثوم وشحم وحكيهم كامل من برا من الداخل وخليهم مدة سمانة ومن بعد غسليهم وديري لهم الحليب فيضي فيهم الحليب. ولا هي من الأحسن ما ترفديهمش من هنايا سخونة في حاجة مشمخة تتشقق للداخل ومن بعد مع مرور الأيام تولي تتشقق تشقق حتى تتكسر. حتى تتكسر. إيه هذو حنا من بكري يما الله يرحمها كانت هكذا تقول لنا قلنا ما تجبدوهاش سخونة من الفرن وتحطوها في حاجة مشمخة. حاجة مشمخة ولا باردة. لازم حاجة ناشفة. ما تغسليهمش سخوني كي يكونوا سخوني ما تغسليهمش خلي حتى تبرد بتغسليها. هي عندهم ميزاستيس باش اي كاين قوانين يعني في الكوزينه الواحد لازم ياخذهم باش يولي يعرف كيفاش يصير في المطبخ تاعو. وكان سخنو نديرو الزيت. نديرو الزيت هولك تفضلي مدام. اي صحيح انا قلت لك شوفي ما نحبش نعبر ولا ندير وخلاص دوك انا راني عارفه البطاطا شحال عندي شحال ندير زيت. خلاص انت عندك خبره في الكوزينه. عينك هي ميزانك. عيني ميزاني. عطيني دوك الدرسه. الدرسه ايه. تفضلي دوك هكذا نديرو البطاطا. دوك نزيدو البطاطا. ايه نديرو البطاطا. هو طبق خفيف ايه وسهل وسهل. هذو البنات الصغار اللي جايين في تاوعنا يتعلم اول حاجه يتعلموا فيها بطاطا بفليو. اللي يبداو يتعلموا بعد الطبق خفيفه بطاطا بفليو. عطيني الماء باش نمرقو لها شويه. نمرقو دوكا يكون الماء سخون باش نمرقو به. تحبش الماء بزاف تحب طيب كشغل في الدرسه تاعها دير لها غير شويه هذيك الدرسه غير شويه ما هاكا. والفلفل ما نديروش دوكا نديرو مازال. نديرو دوك نديرو الفلفل ونديرو الفليو شويه ونخلو مع الاخير شويه مع البيض. البيض عطيني شويه الفليو نديرو شويه ونخلو شويه مع البيض نديرو. الفليو ما تقطعوش صغير لا لا هو كبير كيكون اللي قلت لك عليه تاع الخلا هذاك يجي هكا دوك نخليهم بعدا باش نزيدو نديرو مع البيض الفليو. نخليوها طيب دوك هاتيك نوجدو لها حبه البيض والفليو هذو مع التالي كي طيب البطاطا تنشف شويه نديرو لها البيض مع الفليو. احنا نخلو الطبق تاعنا مدام يطيب مع الاخر قلتي لي نزيدو له البيض بالفليو ايه. نخلطوهم ونزيدوهم من الفوق ايه. ونحطوهم على طاوله اطباق بلادي ايه هذه تاع مدام فريده ان شاء الله في ولايه المنديه. مشاهدينا الكرام نخلو الطبق تاعنا يطيب ونتلاقاو على طاوله اطباق بلادي لولايه المنديه مع الاخت فريده. اقعدوا معنا. الاخت فريده كنا شفنا طبقين شوربه تاع الكلويه اها البطاطا بالفليو نشوفوها مدام شوربه بعد ما طابت. وهي البطاطا بالفليو. البطاطا بالفليو ثاني ورانا نشوفوا ثاني طبق اطباق واحد اخرين ما شفناهمش لا بريباراسيون مقبل بالخبز والزعتر اها وهذه خلطه بالسلطه ما عادش هذه معروفه عند كاع الناس بصح كاع المنديه يحبوها بزاف.
انا نشوفهم كامل اطباق تاع الشتاء. وعندنا خبز الطاجين. وخبز الطاجين ولا خبز المعدون عندكم؟ خبز الطاجين شنو نعيطولوه؟ خبز الطاجين نديروه في الطاجين تاع الطين كيما هذا. اها. ونطيبوه، كاين اللي يطيبوه على الحطب وكاين اللي على الفرن المكعب. وانا نشوفوا البن الرايب. الرايب الرايب اها، هذاك الرايب اللي يتجوزوه مع البلبل. مع البلبل اها. يعطيك صحة مدام. وراهي معنا تاني الأخت عائشة. مرحبا بك اللي شاركتنا اليوم. يسلمك مدام، مرحبا بك معنا. الله يسلمك أولا وقبل كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله، ورحب بقناة شروق بنا. كذلك نشكر الأعضاء تاع القناة اللي راهم مهتمين بهذا الأطباق التقليدية. الله يسلمك الأخت عائشة. الأخت عائشة باش نقول للمشاهدين رئيسة جمعية. الجمعية مختصة في كل ما هو تقليدي. هي جمعية حرفية الصناعة التقليدية يعني، وكذلك في الخياطة. وحنا مختصين فيك في الطبخ، الطبخ التقليدي، الطبخ التقليدي والحلويات التقليدية أيضا. والأخت فريدة عضوة في الجمعية تاعكم. عضوة في الجمعية، وهي راهي تكون في بنات عندنا. الله يبارك. الجمعية يتعلمهم حاجات اللي ما كانوش يعرفوها، يتعلم فيهم باش يكونوا الأجيال إن شاء الله كيديروا ديارهم ولا يكونوا مستفيدين من هذيك. انتم ما كنتوا تعلموا كل ما هو تقليدي باش تحافظوا على التراث. نعم، التراث تاعنا تاع بلادنا. الاخت يعطيك صحه. ونذكر المشاهدين نقول لهم بلي انت اللي اتصلتي بالحصه. نعم. باش تجوزوا معنا باش تورونا الاطباق التقليديه للولايه تاعكم. عندنا اطباق اخرى ان شاء الله في فرصه واحده اخرى نزيدوا لنا. كما شفنا اليوم شفنا اطباق حسب الفصل اللي رانا فيه، اطباق شتويه وعلى حسب المنطقه تاعكم. منطقه جبليه تمتاز بالبرد، معروفه بالجبال الشامخه. فوالا كانت ديجا الاخت فريده حكت لنا شويه على الاطباق، اطباق واحد اخرين على حسب الفصول. كاين اطباق واحد اخرين تاع الربيع هذيك ان شاء الله في مناسبه اخرى ان شاء الله نقدروا نعرفوكم بالاطباق واحد اخرى. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله حتكون لنا فرصه واحد اخرى ان شاء الله نزيدو نشوفو معاكم اطباق واحد اخرين تاع المنطقه ان شاء الله، هكا باش نقدروا نجيبو كامل الاطباق تاع المنطقه ان شاء الله. يعطيكم الصحه. الاعضاء تاعي تاع الجمعيه اللي راهم يساعدوا فيا من النائبه حتى للكاتبه. حنا نتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. الله يسلمك وربي يعاونكم ان شاء الله. امين. مرحبا بكم. يسلمك ونشكركم ثاني على الديكور تاعكم. الله يسلمك. مشاهدينا كما شفتوا معنا الاخت فريده اللي طيبت لنا اليوم طبقين تاع منطقه لنديه اللي كانت شربه بالكرويه والبطاطا بالفليو. وكانوا اتصلوا بنا كما قلنا لكم. وانتم مشاهدينا الكرام اللي حبيتوا تجوزوا معنا كما داروا هما، ما عليكم غير اتصلوا بنا برقم الحصه. وانا ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير في عدد جديد ان شاء الله مع اطباق تقليديه ان شاء الله. شبح السفرة كل تشرى، نلقى ومرها ديك البنة شبح السفرة. سافروا في كل مكان شوفوا عوايدنا، ليدين شحال بنان في طباق بلادنا.